اللي يطلعوا لبرا. حاضر حاضر. طلع لبرا. احكي لي لأشوف بالتفصيل كيف صارت هالشغلة. مخابرات بس انت مين ولا شو بدكم؟ يلا شباب شحطولا يعرف مين نحن. حاضر معلم. شو عم يصير يا شباب؟ يلا مشي امشي ولا امشي معنا يلا امشي معنا يلا امشي. مين انتوا ولا معنا تحرك يلا يلا. اخي شو عم تعمل؟ شو بكون بالنص بيروح انسان راسه لك بدو هاد كمان. شو عم بيصير؟ اتركوني ولا اتركوني ولا عملكم شيء يلا خلك بالحكي يلا. هو بس سيارة بسرعة اسكت عمل لك ولا حركة امشي عاد حاجي حاجي اتحرك خلاص انا الباشا حسن كون الباشا حسن امشي يلا امشي يلا امشي يلا امشي يلا يلا ما تشوف شيء شو المشكلة؟ المشكلة انتو يا حبيبي. عفوا ما فهمت. انا رئيس مجلس ادارة المشفى. منيح معناتها انا بدي احطك جوا. مش حطولي تركي قنطرجي. ايدك رح تدفعوا الثمن. ولك انا عندي خدمة بالدولة بعمرك انت. لك ايدك شو عم يصير هون؟ شو هالمستشفى هاد؟ نحن قلنا معنا شوية مصاري بنرتاح، اما ما حدا يسأل فينا؟ وين الدكاترة؟ وين رئيس الاطباء يا؟ رجاء ما بيصير هيك ابدا. انت المسؤول خلاص ولا يلا خدوا عمران. شو في شو عم يصير شو عم يصير مشينا يلا شو في ولا خذوا عمران مشي عمل لك انت تكونوا ما بتعيشوا. ليش بنسمع تعمل عصابات بالمستشفى بنص اسطنبول وفوق هذا عم تهدد كمان؟ يلا لشوف بشو حيفيدك هذا التهديد. الدولة شيء تركوني بدي احكي مع البير. ما في لا البير ولا غيره. خذوه حطوه بالسيارة. امشي امشي اوكي سكو تعال يلا سكو تعال هون انزل خلاص لا تحاول اعمل لها خلاص ولا حرف يلا امشي معنا خلاص ولا حرف اتركوني قلت لك خلاص اتركني اعمل لك امشي ولا لعب لك امشي امشي قلت لك امشي قلت لك امشي يلا يا شباب ما بتركوا لك تعيشوا بالسياره يلا ولا كلمه جمعنا رجال اللي عند الابواب ركبناهم بالسيارات حول يلا We'll be right back.
تروحوا معنا يلا امشوا. عبد الحي كمان. عفوا عدم المؤاخذة، حاليا تحت المعالجة. معالجة شو؟ المريض ما بيقدر يقوم على رجليه. وانت مين؟ المعالج الفيزيائي بالمستشفى كرم دوندار. مزبوط، اخذوه على التعذيب. مرة تانية بشكرك. تقدر تقوم على رجليك؟ إذا قمت قمت، وإذا ما قمت بقوص حالي. روحوا معنا، تفضلوا. نظفت المستشفى. مراد على مدار إلك. ماشي. حيبين حدا من جماعة مراد. 10 دقايق بس، 10 دقايق، ما بدي أي غلط. حاضر سيدي. لوين رايح أنت؟ بدهم يعملوا شي للمعلم مراد، أنا سمعته. تعال معي. عود لشوف، عود.
واقف عبد الحي بدهم يقتلوا المعلم مراد بعد 10 دقائق. قالوا لنا لما بتدخلوا تحت التعذيب فكروا بأحلى شيء حتى ما جاوبوا على أي سؤال، بتركزوا على شيء واحد وبس. فكرت بلحظة واحدة عشان اتحمل الوجع، وقتها فكرت بشي واحد، لحظة اللقاء، لحظة اللقاء فيكن وبس. ليك نلتقينا يا عبد الحي. التقينا وما عاد نفترق، ولازم نعيش، ما عاد لازم نتألم. نحن ما دفننا حدا من اللي منحبهم بالتراب، دفناهم بقلوبنا، وطالما هنن بقلوبنا ما رح يصير علينا ولا شيء من اللي قلته يا عبد الحي، ولا شيء. بما انه المعلم تركي والسيد ميماتي مو موجودين، القيادة إلك يا عبد الحي، عم منتظر تعليماتك. ما ضل في حدا غيري؟ أخذوا الكل. أنت كمان روح دكتور. إذا بقدر ساعدكم بشي؟ بدنا سيارة، تعطينا سيارتك؟ طبعا تكرم. خلي المفاتيح معك وجيب على المدخل برا. فيك تمشي لحالك؟ رح أمشي.
شوي على مهلك، ما لازم نستعجل ابدا. معنا متوفي يا جماعه، اسمحوا لنا. شكرا. أخذنا المتوفي تبعنا ورايحين. أخي شو الكون شغل هون؟ المخرج مو من هاي الجهة. الناس بيقولوا الله يرحمه، نحن شو عرفنا منين المخرج؟ نحن مخروب بيتنا وانت عم تقول مخرج وما مخرج. سلامة عمركم، اطلعوا على الطابق اللي فوق هذا، تفضلوا. وقف عندك، شايف هذا الغطا؟ بسرعة قلت لك اكشفه. الله أكبر، هذا مو الميت تبعنا. لا تحكي ولا تعا هيك، تعا هيك، وانت كمان يلا على الحيط. يلا وقف انت وياه، ديروا وشكم للحيط لشوف. يلا ديروا الشاك. لازم نطلع بسرعة. يلا واجبنا. إذا بتسمح لي أنا بسوق. وين أنا؟ معلم أنت جنبنا الحمد لله. ميناتي وينه؟ بسأل عن حارة أو عن محل، لازم روح على التواليت.
حياتك. فهمتني غلط، بدي استفرغ. ميماتي باش وعظمته بيراجع؟ عادة ما بستفرغ، بس انتو قلبتولي معدتي. بصير شي على مراد علم دار، بقتل كبيركن مع صغيركن ولا بمين بدي اتصل هلأ؟ شو يعني هربوا؟ تبعتوا عناصر بكل الاتجاهات، ولازم تراقبوا كل المستشفيات والمحلات والبيوت. قضية مراد على مدار بدها تتسكر. لوين روح هلا؟ بيكونوا مراقبين كل محل هلأ. انت سوق يا اخ حسن، بدنا ندبر محل. المعلم عم ينزل ظهره. لازم نقرر على محل بسرعة، على الاقل لازم نوقف بمحل حتى ما يهتز السيد مراد اكثر من هيك. We'll be right back.
برأيي لازم نعرف مين هدول يا مرة. بهالساعة ما بنعرف إذا كانوا عسكر ولا حرامية. شو بدك تشوف فيهم؟ هذا اللي بدي أعرفه، عسكر ولا حرامية؟ سكوت سكوت لشوف، سكوت حبيبي، عود لشوف. شو بك الليلة؟ يا رجال لو مخبرين مراد أو حدا من الشباب قبل ما تطلع تشوفهم. يا قادر تحمي ولادنا يا الله. مماتي مماتي يا جماعة. عمو نحن بمهمة ما لها علاقة فيكم. بس انتو قدام بيتنا يا ابني، في شكوى بتتعلق فينا؟ في مشكلة؟ عمو انت ادخل عبيتك هلا. الوضع بيتعلق بمراد؟ روح وين ما بدك. يا الله بسم الله. هذا مستوصف، فوت من هون. شو هالمحل اللي بيهوي هاد؟ ألرم سودي. كيف وضعه المعلم؟ ضروري يرتاح كمان. ما بعرف، هالمحل ما دخل بعقلي. خير يا شباب؟ معنا مريض. اي تعالوا، ليش واقفين؟ في نقالة عنكم؟ اي في حدا منكم يجي، انا لحالي جوا. سني لا لا بيت بني مسين صند الرم سودي. ما في دكتور؟ لما بيجي مريض من خبره. شبو جريح معه نزيف. ليش ما وديتوه على المشفى؟ جايبينه من المستشفى بس رجع نزف على الطريق. ايه شوي 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 ارفعوا. يلا يلا له. ايه شوي شوي يلا. ادم رجع السيارة لورا شوي. حاضر معلم.
مين عم يتصل؟ ما بعرف، رقم ما بعرفه. تسمح لي رد عليه إذا ممكن؟ رد لشوف. ألو حسني، هذا أنت؟ أيوة، تفضل. مين معي؟ ميماتي. ميماتي لحظة سيد ميماتي. وين أنت ميماتي؟ أنت وين عبد الحي؟ شو وضع المعلم هلأ؟ ايه ميماتي، نحن بالمستوصف هلأ. اها ماشي، عرفت المحل. إذا ما اندليت بتصل فيكم. ماشي. شو بدك تعمل؟ عم بعلق له السيروم لبين ما يجي الدكتور بيصحى شوي. إذا في أنتي بيوتيك بنحط له إياه بالسيروم. لا تقعد تقرر من عندك حسني بيك، خلينا نستنى الدكتور وبس. أنا رح روح خبره. شايف وقفتك قديش حلوة. يلا بعد شوي بيجي الدكتور معلم، وانت ان شاء الله بفترة قصيرة بتقوم على رجليك. مراد على مدار هون. شو له شغل مراد على مدار عندك؟ المريض اللي بده يشفى بيتفركش بالدكتور.